إن أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. أما بعد، فأرحب بجميع الحضور الكريم معنا اليوم في ليلة جديدة من ليالي الكوتشينج التي قررنا أن نقوم بها كل يوم سبت. فنحن والكوتش حسن أسوكا، اليوم الأستاذ حسن أسوكا عنده ظرف، نسألكم الدعاء له، نسألكم الدعاء له يعني الله تعالى يتكفل بالعذر اللي عنده يعني، ويحل إن شاء الله المشكل. فتمنينا لو يتواجد معنا، فله لمسة وله يعني كما كنقولوا إضافة في هذا المجال هذا طبعا، لكن خير إن شاء الله، كل خير. فإن شاء الله اليوم غادي تكونوا مع الكوتش مهدي بوحياء. أعتذر دائما على يعني على الحساسية ديال دائما، فخير إن شاء الله. فقبل ما نبدا طبعا، اريد منكم اشاره حياه باش نعرفكم متواجدين معي. فنتمنى ان كل واحد فيكم يعني يكتب لي رقم واحد باش نعرف انكم متواجدين معي وتعطوني اشاره حياه. يا سي محمد، شكرا. فوزيه، شكرا. استاذ ابتسام، شكرا. سي محمد عزيز، مرحبا، شكرا. سي عبد الدك، شكرا. سيدة شيماء، شكرا. سي حسن، مرحبا بك، شكرا. جيد، من أين الآخرين؟ سيدة سعاد، مرحبا، شكرا. جيد، فقط أتمنى أن تلقوا البال للميكروفونات، ياك أفاكم لي ميكرو ديالكم، ردوا لهم البال حتى لا نجهز الأصدقاء ديالنا. شكرا لكم، جيد جيد. إذا كما عودتكم، فأنا لا أحب أن أتحدث لوحدي، لا أحب أن أتكلم لوحدي، أحب أن تكون يعني أي حصة في أي موضوع كما بغى يكون، أحب أنه تكون أخذ ورد في الكلام، أنها تكون انتراكتيف. فنتمنى أن الجميع يتفاعل معايا، ما غاديش نطول عليكم إن شاء الله بزاف في هذه الحصة هذه. أنا أعطي أرضية ومن بعد نتناقشوا إن شاء الله. كاين شي أسئلة؟ إذا كاين شي تدخلات، إذا كاين شي استفسارات، كاين شي إضافات، مرحبا، نحن هنا لنستفيد جميعا من بعضنا البعض. موضوع اليوم في الكوتشينج اللي سميته الكوتشينج والتحفيز، أو لا موتيفاسيون كوتشينج موديل ام سي ام. فهذا واحد يعني الموديل اللي كيخلينا كيفاش اننا نحفزوا الكوتشي ديالنا من خلال المرافقه ديالنا ليه، كيفاش اننا نخليو الكوتشي ديالنا دائما محفز، دائما يريد ان يذهب نحو يعني الهدف ديالو ونحو حل المشكل اللي جا عندنا من اجله، حسب بيان سور لو بيزوان ولا لا دوموند ديال هاد لو كليون اللي جاي عندنا. باش نتفقوا على هذا الامر ديال لو كليون، ياك استاذه عتيقه رفعي يدها، نشوفوا استاذه عتيقه شنو بغات. استاذه عتيقه، هل من تدخل، هل من سؤال، هل من اضافه، ولا وركتي عليها مشي بالعاني؟ استاذه عتيقه، جاي اظن انها بالغلط فقط. جيد، فإذا قلنا كيفاش أننا نخليو الكوتشي ديالنا في كل مرة هو محفز باش أنه يمشي معنا في داكشي اللي حنا كنتفقوا عليه بيان سيغ وكنخططوا له إلى غير ذلك. فطبعا شفنا في الحصة الأولى معنى الكوتشينغ والفرق بين الكوتشينغ والتدريب، الفرق بين الكوتشينغ والإكسبرتيز، الفرق بين الكوتشينغ مثلا والمونتورينغ، الفرق بين الكوتشينغ والارشاد، الفرق يعني شنو هو شنو المهام ديال الكوتشينغ. هذا الشيء شفناه في الحصه الاولى. الحصه الثانيه زدنا تعمقنا شويه وعرفنا شنو هما يعني شنو التاثير ديال الكوتشينغ على شنو التاثير ديال الكوتشينغ
على يعني لو كوتشي ولا على الفرد اللي اتجه لعند الكوتش ولا اللي بغى يخدم على راسه بليزوتي ديال الكوتشينغ. وبيان سور كل ما زدنا كل ما كنزيدوا نتعمقوا هذا باش اننا نزيدوا نعرفكم اكثر على الكوتشينغ لي زوتي اللي كنخدموا بهم. وبيان سور اللي بغى يتجه الكوتش او اللي بغى يولي هو كوتش الى غير ذلك فهذه فرصه له ان شاء الله باش انه يلتحق بنا او مهم يتجه في هذا المجال هذا اللي بيان سور كل مره كنكتشفوا فيه حاجه. وبيان سور انتم اللي غادي تحكموا على الفعاليه ديال هذه لي زوتي على الفعاليه ديال هذا المجال اللي طبعا هو مهم جدا مهم جدا. فطبعا كما قلنا اليوم الموضوع ديالنا هو الام سي ام، فهذا الموضوع هذا هو كيفاش كما قلت اننا نديروا لا يعني مانتونيو لا موتيفاسيون اللي عند سوا لو كليون ديالنا سواء لي بروش ديالنا سواء يعني لذاتنا. دائما حنا في الكوتشينغ في لا فورماسيون دو كوتشينغ الا كنت انا باغي نكون كوتش هاد لي زوتي كاملين كنخدمو بهم في الاول على نفوسنا على راسنا صافي. ملي كنخدمو بهم على راسنا اوتوماتيكمون كنجرب كنشوف هاكا تصدق كنشوف الفعاليه ديالها اوتوماتيكمون غتجيني ساهله انني نخدم معاها او نخدم بيها على الكليين. استاذه فوزيه لا يمكن لان الامر طويل جدا. احنا عندنا بيان سور عندنا واحد الوقت كذلك في هذه الليله اللي هو محدد، فكاين تسجيل ديال المحاضرتين بجوج او ديال الحلقتين بجوج ولا ديال الليلتين بجوج اللي دازوا السبتين السابقين. ما عرفتش واش انت معنا في المجموعه ولا لا، ان شاء الله نخليو لك المجموعه الرابط ديال المجموعه ولا تتواصلي معنا واتساب وغادي ندخلك معنا ونصيفطوا لك لوليان ديال المحاضرتين السابقتين تشوفيهم ان شاء الله صافي. جي فمرحبا فين كنت؟ قلت انه فكروني فين كنت؟ يلا باش نشوفكم واش انتم فايقين معايا ولا الحريره عاوتاني دايره. نبداو من راسنا. احسنت شكون هادي؟ سي محمد. احسنت سي محمد. انا كما قلت كنبداو من راسنا كنخدموا على راسنا ملي كيكون فعال فاوتوماتيكوم ملي كنجي نخدم مع الكليون كيكون يعني الفعاليه مضمونه. ممتاز. هنا منين نهضروا بعدا على هذه القضيه ديال الكليون فاحنا في لو كوتشينغ وبيان سور في لي نورم انترناسيونال هاد لو مو ديال لو كليون هو اللي تختار باش يكون في هاد العرفه في هاد يعني البلاصه ديال الهدف ديال الكوتشينغ. فمايمكنش نقولوا مريض بيان سور لان المريض كيمشي عند شنو سميتو كيمشي عند البسيكولوج او كيمشي عند البسيكياتر ياك. كيمشي عند اذا كان عندنا مريض نفسي كيمشي عند البسيكولوج او البسيكياتر. شنو سميتو الكوتش كيجي عنده الانسان اللي هو بيان سور ساوي عنده مشكل باغي يحلو مشكل في جميع المجالات يعني ديال الحياه. وهذه ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الموضوع ان شاء الله مستقبلا خاص فقط بلي دومين دو في مجالات الحياه نهضروا فيهم شويه. الوغ كيكون عندنا مشكل في احد الجوانب كنخدموا عليه او لا بو اتاند ان اوبجيكتيف باش نوصلوا لواحد لوبجيكتيف اللي بغينا نحققوه كذلك فكذلك نتجه الى الكوتش. ممتاز. عفوا هذا لو موديل هذا اللي هضرنا عليه هذا ام سي ام فيه 12 بوان 12 نقطه غادي نشوفوها مع بعضياتنا. كما قلت اعيد مره اخرى هاد 12 نقطه ممكن اننا نخدموا بها اولا على راسنا مع العميل ديالنا مع لي بروف ديالنا مع اي واحد بغينا نزيد بغيناه يزيد لقدام بغينا نعاونوه يزيد لقدام صافي. اذا الا كنتو غادي معايا مزيان اعطوني اشاره حياه يلا. ممتاز جيد. إذا ندوزو الأول
أول نقطة ألا وهي التقبل اللا مشروط. أول شيء هو التقبل اللا مشروط. عندما أقول التقبل اللا مشروط فأنا أعني به أنه ملي كيجي عندي واحد لو كليون كيما بغا يكون، ياك كيما بغا يكون هذا الكليون هذا، لا أعطي حكما مسبقا عليه. هذا أول شيء، راه من أهم الأشياء التي نتعلمها، من أقوى الأشياء التي نتعلمها في الكوتشينج هو ممنوع الحكم، هاد جيجمون. هذه صراحة لها وقع كبير جدا، لها وقع كبير جدا في تغيير نمط ديال التفكير ديالك، في تغيير الطريقة ديال التعامل ديالك مع الآخرين، تحسن جودة علاقتك كثيرا مع الآخرين. علاش؟ كتخدم لو برانسيب ديال با جوجمون، ممنوع يعني احكام مسبقه. بحال قبيله، لا اعرف من، سيده معينه قالت انها لم تجد الفيديوهات وان الامر واضح، كاننا زعما بالعاني حيدنا ديك لي فيديو وكذا. هذا حكم مسبق صراحه يزعج، اننا نحن نقوم بمجهود صراحه هذه الاشياء ليست واجبا علينا ان نسجلو ونبارطاجي وكذا الى غير ذلك. نتعاون مع بعضنا البعض، نستافدوا من بعضنا البعض، لا داعي اننا نعطيو احكام مسبقه. هذا مهم جدا. جاء عندي واحد لو كوتشي، شفتو لابس لباس معين، حسنه معينه، طريقه كلام معينه، تصرف معين، لا لو كوتش ما خصوش يعطي ان جوجمون، لا نعطي احكام مسبقه. هذا اول شيء. اذا عدم اعطاء حكم هذا في حد ذاته تقبل للشخص الذي هو يعني قبلتي. ملي انا كيجي عندي هذا الشخص وكنتقبله كما هو، هذا واحد الـ واحد الـ واحد الـ واحد العامل اللي يساهم انك تحفز هذا الشخص هذا. علاش؟ لانه يقول ان هذا الشخص يقبلني كما انا. اذا اي شخص لازم اننا نتقبلوه بعيوبه، بحسناته، بسيئاته، بايجابياته، بسلبياته، كل الاشياء اللي هو كنتعامل معاه كانه هو، هو كما هو. ما نحاولش نبدل، ما نحاولش نعطي كما قلت يعني احكام، لان كل شخص هو شخص فريد بذاته. هذه خصنا نتفقوا عليها، كل شخص هو شخص فريد بذاته. والله العظيم كيجيوني كل مره، كتجيني حاله بشكل، كل مره كتجيني يعني استشاره بشكل، وكل انسان لا يتشابه مع الاخر. عمري ما لقيت واحد سيتياسيون فوتو كوبي. هي ممكن كاين كاين يعني تشابه، لكن انه يكون زعما نفس الشيء وتحكم وتقول صافي هذا راه فحال، امبوسيبل. وهنا لا كومبليسيتي، لا كومبليكسيتي ديال 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 ليتر هيومان، ديال الانسان، هذه هي الصعوبه ديال الفهم ديالها. العلوم الانسانيه والكوتشين كذلك كيدخل في العلوم الانسانيه. العلوم الانسانيه صعب فيها، خصوصا اللي كنتكلموا على كل ما يتعلق بالنفس البشري، الكوتشينغ داخل كذلك في هذا المجال. هذا اصعب شيء، لانه اصعب شيء لان النفس او لا الدارس هو المدروس. اذا الانسان يدرس النفس البشريه وهو نفس في نفس الوقت، يعني الفكره، لان عندما تدرس شيء وانت هو الشيء المدروس، هذا صعب جدا، لان كل واحد كيفاش غيدرس هذاك المجال. لان لهذا كتلقاو مدارس كثيره في علم النفس، كل شخص يفسر السلوك ويفسر يعني لا لا المخرجات ديال الشخص يفسرها بطريقه معينه. هناك من يقول ان السلوك هو معرفي، وهناك من يقول انه مثير واستجابه، وهناك من يقول انه وجدان، وهناك من يقول الى غير ذلك. فطبعا كما قلنا، كل انسان هو متفرد بذاته. من نحكم على شي واحد كنتقبلوا هذا الشخص وهذا الكليون اللي جا عندي كما هو. لنفترض جا وقال لي انا مثلا، جا عندي قال لي انا واحد انا شاد جنسيا مثلا، ف وكذا وبغى يهضر لي بشي نهضره، ف واش نقبلوا ولا ما نقبلوش؟ بيان سور كل واحد ولي برانسيب ديالو، لكن الاجدر انك تقبلو ما سوقكش داكشي ديالو، لانه هو جا عنده ان بروبليم تريتي مع البروبليم. بيان سور
بيان سور راه كاين اشياء اللي انا ما غنتقبلهاش، ولكن في هذه الحاله هو جاء لي في مشكل معين، فلا زعما ما عندي حتى شي دخل في الاشياء اللي هو يعتقد بها، يعني الديانه ديالو ولا المعتقدات ديالو ولا القيم ديالو ولا كذا، هي خاصه به. انا فقط دائما اعتبر او يعني اعتبر نفسي مرآة لهذا الشخص، انا واحد المرآة ديال هذا الشخص كما هو، نرجع له داك الشيء ديالي، متفقين؟ اذا خصني نبين له داك الشيء اللي عنده برا وداك الشيء اللي عنده لدار، كيفاش؟ بأسئلة يعني وبلي زوتين اللي كل مرة كنتكلموا على اوتي معين، صافي؟ فهذا بالنسبة لو كليون، كيفاش نتقدم انا بالتقبل لا مشروط مع راسي؟ خصني نتقبل ذاتي كما انا، ملي كنقول لا مشروط ما كاينش شرط معين، ماشي حتى نكون انت تكون مزيان عاد نتقبلك، حتى تكون نفس المعتقدات ديالي عاد تخدم معاك لو كوتشي، حتى تكون عندك نفس القيم ديالي، حتى تكون عندك نفس الديانه ديالي عاد تخدم معاك لو كوتشي، حتى تكون راجل عاد تخدم معاك لو كوتشي، حتى تكوني امراه عاد هذا طبعا في الكوتشينغ مع الناس. كما قلنا اول نقطه اللي كتحافظنا على لا موتيفاسيون ديال لو كليون هو التقبل اللامشروط. وإذا قبل ما نتقبل الآخر خصني نتقبل ذاتي، لا يمكن أن تتقبل الآخر وأنت لا تتقبل ذاتك أولا، خصك تتقبل ذاتك كما هي، لا مشروط. ملي كنقولوا لا مشروط ما كاينش شرط معين، أنت كما أنت أنا باغيك، ذاتي كما أنت أنا باغي، ونبدأ نخدم. فدائما كنقولها في المحاضرات ديالي أن لا يمكن أننا تكون عندنا علاقة جيدة مع الآخر ونحن لا نتقبله. ايه انا كان باغي نصلح معاك العلاقه، ولكن انا هادشي ديالك خايب وباغي نبدلك، وكان امبوسيبل تكون بيناتنا علاقه جيده، امبوسيبل تكون بيناتنا علاقه مزيانه، فما بالك بذاتك التي هي دائما معك، دائما تتحدث معك، دائما انت في هضره مع راسك، صح؟ فاذا كذلك ماشي غير في الكوتشينغ ولا مع راسي، حتى مع الاخرين، مع الزوجه، مع الاولاد، تقبل لها مشروط لولدك، هذاك ولدك خصك تقبله كما هو، متفقين؟ لا ماشي اكبر الاخطاء اللي كنرتكبوها كاملين هو لا بابا باش تكون حتى تكون مزيان عاد نعطيك، حتى دير عاد نعطيك، عاد نكرمك، عاد لا تينا خايف دابا تينا ماشي مزيان، حتى تعمل هذا عاد. اذا هنا اشياء مشروطه باش تكون انت مزيان، يعني كاين شروط، لا تقبل لا مشروط ما فيهش هادشي يعني. وان فعل شيء معين فنعاقبه، ها طبعا هذا موضوع اخر، اتفقنا؟ إذا مفهوم الأحباب الكرام. أول نقطة اللي كتخلينا أننا نمانتونيو لا موتيفاسيون عند الناس، عند لي كليون، مفهوم؟ إذا كان مفهوم قولي رقم 8، يا باش نبدل لكم ديما كتكتبوا واحد. أي أسئلة، أي تدخلات، أي إضافة، مرحبا. فهاد النقط اللي كنقول لكم الان لازم اننا نسقطوها على كاع المجالات اللي عندنا في الحياه ديالنا، كاع المجالات حنا غنسقطوا على الكوتشينغ، وكذلك هو يعني صالح لكل المجالات. ممتاز. ثاني نقطه ومهمه جدا بين الكوتش والكوتشي ديالو، بين الكوتش والعميل ديالو، هو انك لازم انك تزرع فيه حس المسؤولية، روح المسؤولية. فلا يمكن لهذا الكوتشي أنه يمشي معك ويحقق داك الشيء اللي اتفقتوا عليه إلا ما كانش كيحس بالمسؤولية ديال داك الشيء اللي كدير ولا داك الشيء اللي كندير. فضروري أنه نحس بالمسؤولية، وأنك أنت المسؤول الأول والآخر على كل ما سيحدث وكل ما يحدث وكل ما نقرر. فهمنا الفكره هذه، خصو يكون عارفها انك انت جيتي لعندي باش نتفاهموا، راه انا ما كنتحمل المسؤوليه ديال حتى شي حاجه. كما قلت المره اللي فاتت، كنتي غادي دخلتي في الحيط، غنحاول نوجهك، غنحاول ننبهك، ما بغيتيش دخلتي في الحيط، شغلك هذاك. كنقولوا شغلك هذاك يعني في القواعد ديال الكوتشينغ، انا يبقى فيا الحال وما بغيتش، نقدر نشوفك يعني مثلا ما عرفتش نشوفك غدر، ولكن انت بغيتي خصك تجرب وترجع لعندي. كيفاش جاتك الدقة؟ إذا نجي نديرو حاجة أخرى، مسؤول. الفكرة بصفة عامة عندنا كاملين خصها تكون أن أي شيء يحدث في حياتي أنا السبب، أي شيء يحدث في حياتي
انا السبب الاول والاخير في هذه، خصني ندخل الكوتشي ديالي هنا من خلال الحصص ديال الكوتشينغ ديالي، ممنوع انه يلقي اللوم على الاخرين، ممنوع يلقي اللوم على الظروف، ممنوع انه يقول ان فلان هو اللي دار لي ولا الخدمه هما اللي داروا لي ولا. دائما لازم ننطلقوا من نفوسنا، ها كما قلنا كاين دي ميثود كيفاش نخرجك انا من تريونجل دي فيكتيم، ها مثلث الضحيه، كيفاش انني ما نبقاش نلعب دور الضحيه. صافقين، خصني نخرج انا من دور الضحيه. شنو غنربح؟ شنو غنربح؟ ساصبح ابحث عن الحل. ياك دائما صح استاذ سؤال، احسنت صح. فاذا قلت انه شنو غادي نربح انا؟ غنربح انني انا دائما اتحمل او ابحث عن الحلول. اذا كنت انا اقول ان الاخر هو السبب، غنجلس في بلاصتي وما نقدرش نتحرك، ما نقدرش ناخذ قرارات، ما نقدرش ناخذ دي زاكسيون، ما نقدرش نمشي باش انني نحقق داك الشيء اللي بغيت. علاش؟ لان انا دائما انا ما بيدي والو، انا اصلا هما اللي داروا لي. لكن عندما يعتقد، عندما يقول اقول يعتقد، يصبح من معتقداته ان كل ما يحدث انا السبب. والله ستتغير حياته، تغير حياتنا جميعا عندما نتحمل كل ما يقع في حياتي. انا مثلا في كثير من الاحيان تقع يقع سهو او تقع اخطاء في العمل، مثلا من فريق العمل. من ساحاسب؟ هل ساحاسب فريق العمل ام احاسب نفسي؟ والله دائما ما احاسب نفسي. انا اللي ما درت واحد السيستم معين اللي يحمي لي المنظمه ديالي ولا الاورغانيزاسيون ديالي من انها تطيح في هذا الغلط هذا. شنو غنستافد انا؟ جيت ومثلا وبخت هذا العامل، لقيت عليه اللوم، وانت هو اللي درتي لنا غنربح. هذا هو السؤال، شنو غنربح؟ غنربح والو. لكن ملي غنلوم راسي وعلاش وكيفاش وقع وشنو غنديروا باش ما نطيحوش في هذا المشكل المره الجايه، هنا سنصل الى نتيجه جيده. هنا سنصل إلى نتيجة جيدة. ممتاز. سيدة فوزية تقول ألا يدخلنا هذا بجلد الذات؟ هنا أول شيء تكلمنا عن تقبل الذات، فعندما تتقبل ذاتك تصبح تتحدث معها طبعا بدون جلد. كنت ناقشه شنو الحاجة اللي درت أنا وخلتني نوقع في هذا المشكل هذا. كاين جوج الأنواع ديال الناس، كاين اللي كيوقع في مشكل كيبقى يصب راسو حمار وديما كلخ صاحبي وديما دايرين هذيك وعمرك لا تعلمتي، وكاين الاخر نفس الشيء هما كيقوموا بنفس الشيء، عنده مشكل غادي يهضر على راسو، يقول ماشي مشكل، وقع هذا المشكل خصنا اننا نصحوه، خصنا اننا نتداركوه، يلاه اجي نشوفوا الطريق. كاين جوج ديال الناس، وهو طبعا الاول دائما يلقي اللوم على الاخرين، حنا واخا يلقي اللوم على الاخرين يجلي ذاته، والاخر لا يلقي اللوم على الاخرين لكن يتقدم خطوات نحو الأمام. صافي أستاذة فوزية، مفهوم؟ يعني أنا عندما أقول أني ألقي اللوم على نفسي ليس بالمفهوم السلبي بل بالمفهوم الإيجابي، النقد البناء. جميعا نعرف الفرق بين النقد الهدام والنقد البناء. لا، أنا أنتقد نفسي كي أتقدم إلى الأمام، مكامن الضعف، مكامن الخطأ، شنو الأشياء اللي طحت فيها باش خلاتني، او شنو الشيء اللي درتها، الاشياء اللي درتها باش خلاتني نطيح في هذه المشكله. اذا خصني نتجاوز. صافي مزيان. كاين اربع اشياء او خمس اشياء تجعلني ازرع حس المسؤوليه في الكوتشي ديالي. صافي. اذا الاول شيء هو تحديد النتائج المتوقعه. ملي كيجي عندك ان كوتشي دينا كنهضروا، شنو النتائج المتوقعه من هذا الهدف اللي انت بغيتي ديره؟ ها شنو كتوقع من هذا لو كوتشينغ كامل؟ ها شنو كتوقع من الحصه اليوم؟ هذا مهم جدا. دائما كنديروا ان اوبجيكتيف سيونس، ها
ها ما كان عمري ما كنخلي راسي نوت مفتوحه ونهضر باش ماك، ضروري كنحددوا لوبجيكتيف سيونس. علاش كنحددوا هذا لوبجيكتيف هذا؟ باش في الاخر الحصه كنسولوا واش وصلتي لوبجيكتيف سيونس. اذا ملي كيقول لك الكوتش اه وصلت، فهنا هو كيحس براسه انه غادي كيتقدم، وهذا ما لا يفعل يعطينا الحافزيه التي نتحدث عنها احنا، هو موضوع اليوم. ها دائما احنا الموضوع ديالنا هو اننا نتحدث عن كيف نحفز لو كوتشي ديالنا. ها واحد الطريقه هو انك تحدد شنو هما الاهداف، يعني النتائج اللي انت باغي تسهل. اذا بغينا نوصلوا لكذا ونوصلوا لكذا ونحققوا كذا ونديروا كذا ونحققوا الهدف كذا ونعالجوا المشكل كذا، فهو هادشي كامل كيكون عنده. وبيان سور كنحددوا في كل حصه هدف معين ونحاولوا نحققوه في اخر المهضره. هذا بالنسبه للاول ياك. بعد ذلك الشيء الثاني الذي يحفز الكوتشي ديالنا هو اننا نفتحوا لي بيست، نخدموا على لي بيست. شنو هما الطرق اللي غادي نخدموا عليهم؟ شنو هما الخطوط اللي غادي نخدموا عليهم الى غير ذلك. الشيء الثالث هو تحديد الموارد المتاحه. اذا شنو هما هاد الموارد المتاحه اللي عندنا؟ عندي الفلوس قد وقد، عندي مثلا لوكال قد في البلاصه الفلانيه، انا باغي نخدم في واحد الخدمه فلانيه، عندي الدبلوم الفلاني، عندي اللغه الفلانيه، عندي الاكسبيريونس طيب كان، فهمنا الفكره؟ فمثلا يا عمار سي عمار الميكرو الله يجازيك بخير، شكرا. اذا قلنا هذه الموارد المتاحه كذلك، ملي كنشوف بيان سور هادشي كامل كيفاش كيمشي؟ اسئله دائما. اها جيد، بغيتي دير ان بروجي مزيان، شنو هما الاشياء اللي حنا نقدروا ندرسوها باش نعرفوا ان هذا البروجي غينجح ولا ما غاديش ينجح؟ كيجيو مثلا يقول لك راس المال، كتقول لي شحال عندك راس المال كذا وكذا، وشنو في نظرك هذا راس المال غيقدك؟ مزيان غيقدني واخا، والبلاصه اللي داير فيها انت واش كتبان لك انها مزيانه وغيكون فيها الرواج كذا؟ فدائما كتوسع له الفكره، دائما كتخليه كونسيون. قلنا احنا شنو؟ دائما كنخليو الكوتشي ديالنا واعي بالاشياء اللي دايره به، ياك دائما كنخليوه واعي بالاشياء اللي دايره به، فكنبدا نشوفوا شنو هما كاع الموارد المتاحه وكنحطوهم. اذا هادشي كله كيخلي ان الشخص يكون مسؤول، كيحس براسو مسؤول. اه لانني غندير بروجي، غيكون عندي كرا، غيكون عندي كريدي فلان فلاني، غيكون عندي انا كل مره مثلا في هادشي هذا غنعطي موضوع معين كنعطيو به مثال، قس على ذلك كل المواضيع وكل كل الاهداف وكل المشاكل. صافي مزيان، مفهومه تحديد الموارد المتاحه ياك؟ مفهوم؟ ممتاز. شيء اخر مهم جدا في الحصه ديالنا ديال الكوتشينغ، وهو وضع مؤشرات للقياس. وضع مؤشرات للقياس دائما وفي اغلب الاحيان ملي كيجي عندك لو كوتشي ما كيكونش عنده مؤشرات للقياس. كتقول ليه مثلا، نعطيكم مثال، بقينا كنهضروا وصلنا مثلا لانه خصو يقرا شي كتاب معين، وهذا الكتاب مهم جدا باش يبدل له ان كومبورتمون مثلا، ياك يبدل واحد لو كومبورتمون، يبدل واحد يعني عاده معينه، يكتسب عاده معينه، يكتسب مهاره معينه، فاتفقنا على هذا الكتاب هذا مزيان. اذا انا ملي كنكون كنهضر معاه خصني شي حاجه نقيس بها انا التقدم ديالو في قراءه هذا الكتاب هذا. ففي نظركم شنو هو المؤشر؟ شنو هو المؤشر اللي غيخليني نقيس واش هذا الشخص يتقدم ولا لا يتقدم في اللي. اها فيزيون سيتياسيون داكور. زيد شيء اخر، اين انتم؟ أسئلة، ممتاز، واخا
أعطونا إشارة حياة الله يجزيكم بخير باش نعرفكم معايا. رقم 8. ممتاز ممتاز أستاذ عدنان، كي قلت تلخيص الكتاب ممتاز، إذا لخصنا الكتاب غنعرف أنني قريته. ممتاز. رؤيته لذلك الموضوع بعد قراءة ذلك الكتاب. ممتاز. دابا مزيان، أنتم تتفاعلون معي من خلال الأفكار التي اكتسبها. مزيان، هادو كاملين مؤشرات ولكن ليست مقاسة الأحباب الكرام، ليست مقاسة، ليست قابلة للقياس. إذا ملي كنقول مؤشرات فالعدد هو مؤشر. غنتفق مع هذا الشخص هذا ونقول له انك غتقرا في كل نهار 5 ديال الصفحات، وفيما تقرا هاد 5 صفحات صيفط لي كونفيرماسيون مثلا في واتساب. اذا هنا وضعت معاه مؤشر، صافي. الوغ المؤشر ديالنا هو ان كل شهر نطيحوا 1 كيلو، فيما طيح 1 كيلو فاحنا عندنا مؤشر اللي كنقيسوا به التقدم ديالنا نحو الحل، نحو الهدف. اذا غتحقق مبيعات ديال مثلا 30 مبيعه في الشهر، اذا كل ما حققتي 30 مبيعه في الشهر فانت يعني كتحقق الاوبجيكتيف اللي اتفقنا عليه 100%. حققتي 25 مبيعه فانت حققتي 15 مبيعه فانت في 50%. اذا هنا شنو كنديروا؟ عندنا شي حاجه نقيسوا بها، هما الاوبجيكتيف اللي كنديروا مع لو كليون ديالي خصو يكون الكليون ديالي خصو يكون قابل للقياس. نعرف كيفاش نعبر انه واش حنا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان بالمعنى العامي. صافي، خصني شي حاجه نقيس بها، شي حاجه اللي الوغ ملي هاد لو كليون كتعطيه شي حاجه يقيس بها يصبح مسؤول، عارف، غادي واضحه قدام الرؤيه، موتيفي، صح؟ بالضبط، مفهوم؟ مفهوم وضع مؤشرات في القياس. اذا دائما كنخدموا بمؤشرات للقياس داخل حصصنا في الكوتشنج. واخيرا تحديد عواقب الهدف. فملي كدير مع هادشي كله كتقول ليه واخا شنو يقدر يوقع في حاله ما نجحش لينا الهدف، ولا شنو هما العواقب اللي ممكن، شنو هما المعرقلات اللي ممكن توقفنا الهدف ديالنا. كذلك كتبدا يسيتيهم، ممكن انني نخسر الفلوس ديالي كامل، ممكن اذا ديميسيونيت ما نلقاش خدمه اخرى. انا بلاتي خليني حتى نلقى خدمة أخرى عاد نديميسيوني، إذا ناوي تبدل القرار وهو مسؤول عليه. أخيرا جيتي أنت وقلت لي واه ديميسيوني ماشي مشكل ديميسيوني، نرجع عندك يقول لك أنت خرجتي عليا وأنا دابا ما لاقي باش نخلص المدرسة ديال الدراري وكذا إلى غير. فهمنا الفكرة. فإذا ملي كتحدد مع العواقب شنو يقدر يوقع، هذه اللي كنقول له غادي كتشوفوا غادي الحيط، كتقول لي واخا حدد لي العواقب ديال أنك غادي، كيحددهم معك. ويلي هو رغم العواقب الخطيره، رغم المخاطره، رغم كل شيء، قرر انه يمشي، فكنخليه يمشي. طبعا الثق بي انه هو حاسس بانه مسؤول على كل ما يقوم به، وكذلك محفز للعمل، محفز للذهاب نحو هذا الهدف او نحو حل هذه المشكله. صافي، اذا هذا بالنسبه للنقطه الثانيه. النقطه الثالثه، قوه التحفيز والتنشيط الايجابي. قوة التحفيز والتنشيط الإيجابي. دائما في الحصة الكوتشينغ خصها تكون ممتعة، خصها تكون فيها النشاط، فيها الضحك. بيان سور ملي كنقول فيها النشاط وفيها الضحك، في لي مومون اللي أنا كنشوف أن لو كوتشي ديالي محتاج للضحك ومحتاج للنشاط، ماشي أنا غنشوفو بيان سور غادي نشوفوا مثلا في واحد الحاله كيحكي لي على موقف حزين، حادثه اللي تركت له شي 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 شي, شي اثار اللي هي سلبيه، الى غير نحاول نضحكوا الى غير. لا، لكن خص في الغالب بلا ميتافور مثلا بالقصه بانجو، لعبوا دي جو اللي غيخليونا اننا نفهموا اكثر لوبجيكتيف ديالنا ولا نحللوا المشكل ديالنا. نكته معينه مثلا، موقف وقع لك الى غير ذلك. فهنا علاش لاحظتوني حاط الصوره ديال القرد والصوره ديال الدلفين. هاد الحيوانين هما انشط واذكى حيوانين يعني في الكره الارضيه،
وهنا ملي غنجي نلاحظوا ان غنشوفوا ان هذا العامل ديال الذكاء مرتبط بانهم كيلعبوا بزاف، صح؟ لان الدلفين دائما ما يلعب، دائما كذا، وكذلك القرد هذا عامل مهم جدا، دائما خصني نلعب مع الكوتشي ديالي، نحاول ندوز لا سيونس، ضروري يكون فيها تنشيط، وضروري يكون فيها ضحك، وضروري يكون فيها ايجابيه دائما، وهذا يرفع من الايجابيه، وكيخلي هذاك لو كوتشي ملي يكون جاي عندي جاي فرحان، ها؟ ماشي انا نخنزر فيه مثلا ونلعب الدور ديال انني الفوق ومسيو لو كوتش. انا صراحه زعما في شحال هذه كنت كنشوف اشياء يقوم بها زعما لي كوتش، ما مسيو لو كوتش، ما عرفتش شنو يعني. بالعكس، دائما انت هو الفان ديال لو كوتشي ديالك، هادي عقلوا عليها مزيان، انت لو بروميي فان ديال لو كوتشي ديالك، انت هو الراعي الرسمي للكوتشي ديالك، الكوتشي هو كلشي، لو كليون هو كلشي، فدائما انت بوزيسيون با الي، عمره ما خصو يحس بك انت اكثر منه. انا ديما غيبقى موتيفي، ديما غيبقى عاطي، ديما غيمشي معاك في لي زوبجيكتيف اللي كتسطرها معاه، ويعني باش نوصلوا للاهداف ديالنا ونحلوا المشكل ديالنا. فهذا مهم جدا طبعا باش اننا نغارديو لا موتيفاسيون عند لو كليون باش انه يوصل لديك الشيء ديالو. مفهوم؟ هل من سؤال؟ هل من تدخل لحد الساعة؟ لأن نرحب بالمدربة ديالنا الأستاذة سناء الشعباوي، مرحبا بك، يشرفنا حضورك معنا وجميع المدربين المتواجدين معنا كذلك. جيد، هل من سؤال شكرا ثاني؟ أستاذ مهدي، شكرا شكرا، شرفتين، وتحية لك ولجميع الناس اللي كيتبعوا معك دابا، شكرا جزيلا. مرحبا. جيد، هل من سؤال أو هل من تدخل أو إضافة في هذه النقطة هذه إلى حد الساعة؟ جيد، ندوزو عفوا لنقطة أخرى اللي هي الهدف يجب أن يكون رساليا. إذا حنا ملي كيجي عندنا لو كوتشي، ملي كيجي عندنا الشخص اللي باغي انه يوصل لواحد الهدف معين، دائما انا ككوتش كنحاول انني نخلي هذا الهدف يكون رسالي عندي، ها؟ نخلي هذا الهدف يكون رسالي عندي، فضروري ان هذا الشخص هذا خصو يكتشف شنو هو المغزى من الوجود ديالو في هذه الحياه هذه، شنو رسالته في الحياه. اذا شكون كيخدم مع هادشي، فلو كوتش كيعاون بطرق يعني كثيره كيفاش اننا نوصلوا لو كوتش ديالنا انه يعرف الرساله ديالو في هذه الحياه، والمغزى ديالو، لو سونس دو في، علاش هو جا لهذه الحياه هذه. فكاين بزاف ديال الطرق كما قلنا، هضرت المره اللي فاتت على لينيفولوجيك، ياك المستويات المنطقيه، وهي اداه متواجده في البرمجه اللغويه العصبيه كنخدموا بها في الكوتشينغ، كيفاش انني نوصل هذا الشخص هذا للاشياء اللي هو باغيها. الهدف خصو يكون عنده علاقه مع الشغف ديالك، شي حاجه تكون شغوف بها. الهدف خصو يكون عنده علاقه مع لي طالون ديالك، المواهب ديالك، الميولات ديالك. اذا كل ما كان الهدف عنده علاقه مع هذا الشيء هذا، كل ما غادي تحققه بكل يعني تحفيز، وكل يعني شغف، وكل لهفه، بغض النظر على هدف اخر اللي ما غيكونش عنده علاقه مع المغزى ديالك ولا مع الرساله ديالك، من الفكره. فدائما انا عندما يتعلق الامر بهدف عنده علاقه بالتدريب، علاقه بالكوتشينج، علاقه، فانا دائما ما اتحفز واقوم بالعمل على اكمل وجه واكثر، ها؟ بل انني انسى العالم من حولي لانني اقوم بالشيء الذي له علاقه برسالتي، بمغزى تواجدي. قلتها المرة السابقة، هو أن أفضل ما نتعلمه في دورة الكوتشينج الاحترافي، هو أنني أكتشف أو أجيب على سؤال من أنا. هنا الناس
اللي حاضرين معنا، ما عرفتش واش تقدر تجاوب على هذا السؤال اللي هو من انا. من انا لا تعني الاسم، لا تعني النسب، لا تعني شنو الدبلومات اللي عندك، لا تعني شنو المناصب اللي عندك، لا تعني شحال عندك الفلوس، وانما تعني لماذا انا هنا، علاش انا هنا، كي سويج. هذا سؤال كنجاوبوا عليه مجموعه ديال الطرق، مجموعه ديال زوتي في لو كوتشينغ. فدائما خصني نخلي الهدف لهذا الشخص هذا انه يكون هدف رسالي، هدف داخل في الرساله ديالو، هدف يموتيفيه، هدف كما قلنا يخليه يكتشف لي طالون ديالو، يكتشف يعني لي لوازيغ ديالو، يكتشف اي حاجه تخليه انه يكون موتيفي. صافي، ممتاز. لا باس بتذكير، نذكروا بانواع الاهداف. كاين اهداف بعيده المدى، بعيده المدى، هذه الاهداف بعيده المدى شنو كتعطينا؟ تولد الطموح. اذا انا باغي ناخذ مثلا ابارتمون في الجبهه، جو دي نامبورت كو، في الجبهه هذا طموح. انا باقي ما شريتش مثلا في طنجه، ولكن كنهضر على انني خصني تكون عندي ابارتمون في الجبهه، ولا تكون عندي ابارتمون في السعيديه ولا كذا، هذا طموح. مثلا انا اليوم عندي لا ليسونس في لا بسيكولوجي، الطموح ديالي هدف بعيد المدى هو انني تكون عندي دكتوراه في لا بسيكولوجي، طموح. اذا اهداف بعيده المدى تولد لدينا الطموح، بغيو نوصلوا. فدائما الكوتش خصو يحدد مع لو كوتشي ديالو هاد الانواع ديال الاهداف. صافي، الهدف الثاني هو متوسطه المدى، وشنو كتعطينا الاهداف متوسطه المدى؟ تولد لنا التحفيز، لا موتيفاسيون. الهدف النوع الثالث هي قصيره المدى، وكتعطينا لا كونسونتراسيون، التحفيز، عفوا التركيز، ياك كتعطينا التركيز. واخيرا الاهداف القصيره جدا او قصيره المدى جدا، وتعطينا الدخول في المهم، الباس ا لاكسيون، باش كندخلوا في لاكسيون. هذه هي الاهداف القصيره المدى. اذا هذه هي النقطه ديال ان الهدف مع الكوتشي ديالي خصو يكون هدف رسالي. اذا واش هذا البوان اللي كنهضر لكم عليها، واش صالحه فقط مع الكوتشي ديالي؟ لا، مصالحه لي انا شخصيا، مصالحه لاي واحد انا بغيت نخدم معاه، فهمنا الفكره. فاذا الام سي ام بالزوين انك تقدر، هو واحد لوتي اللي كنخدموا به مع لو كوتشي ديالنا. وبيان سور اول حاجه قبل ما نخدم به مع لو كوتشي ديالنا نخدم انا على راسي. يعني هم اللي كنقولوا ان هاد لا فورماسيون اللي كنهضروا عليها اللي غادي تكون ان شاء الله مستقبلا غنكونوا فيها انا والسي حسن ومجموعه ديال الاوتور اللي غتكون ان شاء الله قويه، فغادي تلقى احسن نسخه من راسك، ها، وغادي تكون وغيكون مثلا عام ديال الشونجمون، لا ترانسفورماسيون توتال، شونجمون توتال، ترانسفورماسيون توتال. يعني غتكون انت غتخرج احسن نسخه منك. علاش؟ لان فريمون كاين بزاف ديال الزوتي اللي كتخليني انني نكتشف افضل نسخه مني. صافي، مزيان حتى لدابا، اعطوني اشاره حياه. يلا باش نعرف انني كنهضر بوحدي. سيدة عتيقة، شكرا. سيدة عدنان، تحية لشعب تونس. سيدة شيماء، سيدة ابتسام، سي محمد عزيز الدميري، محمد عزيز الدميري كتب لنا واحد، ممتاز، زيد. سي محمد، ممتاز. هل من سؤال؟ هل من تدخل؟ هل من إضافة؟ ممتاز، نمر لنقطة أخرى. نقطة أخرى في الـ MCM اللي خصها تكون مع الكوتشي هو أن لا بد من الحفاظ على المستوى الذي وصلنا إليه دائما. وصلت لواحد لو نيفو مع الكوتشي ديالي، بديت غادي مع دي زيتا، بدينا كان غاديين وكنزيدوا للقدام، خصني بكل الطرق اللي انا تعلمتها في لا فورماسيون ديالي ديال لو كوتشينغ انني نخليه يعني مانتونيغ، يعني ويعني كيفاش نسميه، في واحد المستوى اللي ما يطيحش تحت منه. اذا الا طحت منه وقعنا في ديموتيفاسيون. الوغ باستعمال الاشياء السابقه، ياك باستعمال الاشياء اللي هضرنا عليها سابقا، بلونجاجمون، بلا موتيفاسيون، فمهم جدا هذه النقطة، أن كل ما حافظنا على المستوى اللي هو فيه، كل ما غادي يقدر نزيدو القدام أكثر وغيبقى موتيف. مثال جيد سي محمد، إيفيتي سي محمد قالنا إيفيتي لي فيوي، ممتاز. جيد، نقطة أخرى
في الاي بي سي ام هو رفع التحدي. رفع التحدي مزيان، دزنا مع هاد لي زيتاب كاملين، خصنا الان نتعلموا كيفاش نرفعوا التحدي مع لو كوتشي ديالنا. ياك مثلا رفع التحدي، اصبحنا كنهضروا على الاهداف، ياك اهداف نورمالمون كيفاش خصها تكون؟ ملي غنجيو نحط واحد الهدف لاش خصو يكون خاضع؟ بيان سور هادشي الناس اللي كيديروا ديفلوبمون بيرسونيل كاملين عارفين هاد القاعده هادي وهاد لوتي اللي كنخدموا به الاهداف. قبل ما نحط واحد الهدف خصو يكون خاضع واحد واحد الاداه معينه قابل للقياس. شنو كنسميوها؟ قابل للقياس وحده من هاد الامور هادي. شنو كنسميو الاداه؟ سمارت. احسنتي استاذه سنة. الوغ كنسميو هذا اعتقاد سمارت، ما عرفتش واش ديجا قريتي سمارت ولا لا. المهم كيكون الهدف خصو يكون سبيسيفيك محدد، ياك ميزورابل قابل للقياس، نقدروا نقولوا المهم هما بزاف ديال بزاف كل واحد شنو كيسمي، نقدروا نقولوا اوتونوم يعني مستقل وخاص بيا، ياك رياليزابل قابل للتحقيق، و تومبوريغ قابل او لا محدد باطار زمني. اذا اي هدف اي هدف خصو يكون خاضع على هذه الخمسه ديال الاشياء. صافي ممتاز. هنا في رفع التحدي بالضبط كنديروا اهداف لا تخضع للسمارت في رفع التحدي. اذا نزلنا حنا قلنا خص تكون الهدف رسالي، خص كذا، خص متفقين؟ ممتاز صح سي محمد. وكاين الاكي كيسميها اوتونوم يعني هدف خاص بيا مستقل بيا يعني ما لا يتعلق بشخص اخر. للعموم كاين، وكاين دابا اللي داروا دوبل اغ ماشي اغ وحده، كاين المهم بزاف ديال الكلام في سمارت. للعموم هذا هو ان رفع التحدي كنشوفوا اهداف غير قابله للقياس ولا تخدع السمارت. صافي اكزومبل، دائما باش كنبغيو نرفعوا التحدي كنرفعوه في الوقت وفي الكميه. عنده مشكل مثلا في الرياضه، ياك كيدير لا مارش كل مره 4 ساعات، اتفقنا على 4 ساعات وكذا ومزيان. هنا كنحاول نرفع معاه، عفاكم الا كتسمعوني مزيان، رقم واحد لان دخلت لي مكالمه وعطاني ميساج بان كونيكسيون، فاذا كنتو كتسمعوني مزيان ممتاز. فقلت ان مثلا كيدير 4 ساعات، فانا بلي ان الشخص يقدر يدير اكثر من ديك 4 ساعات، فكتبروبوزي عليه شنو بان لك مثلا نديرو نص ساعه، كتموتيفي كتقول لي انا كتبان لي تقدر تعمل نص ساعه شنو بان لك، كيبقى يفكر فيها. غير يقول لك مثلا غير يقدر يقول لك مثلا ندير جوج لي ميكرو محلولين شكرا. فقلنا يقدر يقول لك 20 دقيقة، المهم عنده ما يزيد على ذاك الوقت اللي أنت يعني اتفقتي معاه عليه. كدير استرخاء 5 دقائق، شنو قال لك نزيدوا 4 ساعة في النهار؟ شنو قال لك؟ دائما التدرج، دائما التدرج، كلما تدرجنا كلما اكتسبنا العادة الجديدة يعني بشكل قوي. إذا مهم جدا أننا نتدرج في الوقت إلى الآن. شنو قال لك مثلا؟ انك مثلا كتقرا 4 ساعات في النهار، شنو بان لك؟ دائما كنزيدوا ديك الوقت باش انني كنرفع التحدي، باش انه كيبان له انه يتقدم اكثر فاكثر، وهذا فين غيساهم؟ غيساهم في التحفيز. فدائما على من كندور باش ما ننساوش كيفاش نخليو لو كوتشي ديالنا محفز باش انه دائما يمشي معنا في لي سيونس دو كوتشينغ ديالنا، انه يوقع يوصل الاهداف اللي بغا هو يوصل. صافي ممتاز. والكميه ها، إذا اليوم كتقرا 3 الورقات، شنو بان لك تزيد 5 الورقات؟ ها؟ مثلا أي حاجة عندها علاقة بالكمية كنزيدو، في الوقت كنقصو، نقدروا في الوقت نقصو ونزيدو، وفي الكمية كذلك نقدروا نزيدو ونقصو حسب الهدف، حسب مثلا شي واحد مثلا عنده مشكل ديال الذكاء المالي ما كيقدرش يوفر، فكتبقى تزيد معاه الكمية ولا كذا إلى آخره. الكمية ديال المصروفات تنقصها، الكمية ديال الادخار تزيدها إلى غير ذلك. مفهوم هذه النقطة ياك؟
فهم كيفاش كنرفعوا التحدي مع الكوتشي ديالنا. مفهوم؟ شكرا لك، شكرا شكرا الناس اللي كيعلموني انني ما كنهضرش بوحدي، لان بعض المرات كتكون كتهضر واحد الساعه فجاه تقدر تتفاجأ انك بوحدك كاين معك حتى شي واحد. شكرا لك. زين ممتاز. بين النقط كذلك المهمه جدا في هذا الام سي ام هو تأطير العلاقة ولا لو كادراج. لو كادراج واحد لوتي لي تري يعني تري امبورطون في لو كوتشينغ، كنديروه في الاول مي كيجي عندي لو كوتشي كنديرو واحد التأطير ولا واحد الكادراج لكل ما سيمر في علاقتي مع هذا الكوتش. يعني شنو الاشياء اللي مسموح بها، شنو الاشياء اللي ما مسموحش بها، شنو هما مثلا الحاجات اللي تبغي، الطريقه اللي تبغي نخدموا بها، شنو الطريقه اللي باش نخدموا بها، شنو تبغي، كيفاش تبغيني نكون انا معاك، كيفاش انا نبغيك تكون معايا، شنو الحاجات اللي ما غيعجبونيش اللي درتيهم اللي ما غاديش نكمل معاك، شنو الحاجات اللي الا درتهم لك انا ما غاديش تكمل معايا الى غير ذلك. تاثير العلاقه كيكون فيها الثمن ديال لا سيونس، الوقت اللي غنديرو في لا سيونس، الوقت اللي غادي ديال لو غوتار مثلا، الا تعطلت على 10 دقائق كتحسب عليك مثلا لا سيونس وما كنكملوش مثلا وما كدارش، او لا ما كتحسبش ولكن الى غير ذلك. كنتفقوا فيها على اي حاجه. الوغ ملي كيجي عندك واحد لو كوتشين كدير مع هذا لو كادراج ديال هذا الشيء هذا، انت كتخدم مرتاح هو كيخدم مرتاح، متفقين؟ فملي كدير معاه تي كيحس براسو انه النهار الاول صافي تفقتي وكيولي مسؤول. حنا هضرنا على حس المسؤوليه وكنوليو موتيفي بجوجنا اننا نوصلوا نحققوا داك الشيء اللي حنا كنهضروا. صافي. نقطه اخرى اللي هي المساعده والدعم الدائم. الكوتشي ديالي دائما خصني نكون كندعم دائما دائما دائما. ونوعين من الدعم، الدعم النفسي اللي كنهضر على الدعم النفسي، كنتكلم على كل ما يتعلق بالايموشنال. ها يعني في الايموشنال كنتفاعل، خصني نكون حذر من هذه القضيه هذه. كنتفاعل يعني ملي كنقول كنتفاعل بحياديه، بلا كو ترونسفير. من اخطر الامور اللي تقدر توقع هو كو ترونسفير مع هذا الكليون ديالي. من الفكره هو انه يدز ذاك الفيد ديال المشاعر ديال انني نتاثر وبقى فيا وكذا. لا، دائما خصني نكون محايد، ماشي سهله ولكن مع الوقت. وان فوا كنشوف لو كو ترونسفير داز خصني نوقف، داز ديك لو فيل بيناتنا. خصني نوقف. جيد، غنعاود نرجع للسؤال ديال سي محمد خياط اللي قال هل التأثير قابل للتغيير؟ فهاد النقطة هذه خصنا ندرجوها في الأول، أنه ممكن أننا نغيروا مستقبلا. وسي محمد كاين واحد السؤال كنسولوه دائما في الاخر ديال الحصه ديال الكوتشين، هو شنو تبغي تبدل، شنو تبغي زعما يتبدل فيا مستقبلا ممكن. عرفتي دائما واحد السؤال كنسولوه في الاخر ديال الحصه، شنو تبغي في الحصص القادمه اللي يتبدل. جاي، إذا قلنا بالنسبة للدعم النفسي كل ما يتعلق بما هو نفسي، والدعم التقني، شنو كنعنيو بالتقني؟ الدعم التقني هو أنني كاع لي زوتي اللي تعلمتهم في الكوتشينغ خصني نطبقهم مع الكوتشي ديالي باش يكون عندي الدعم والمساعدة في ما يحتاج شي حاجة. عرفتي كيفاش نمثلوا كيفاش نمثلوا يعني الكوتشينغ ولا الكوتشي ديالنا؟ نمثلوه بحال ديك السائق ديال السيارة ديال السباق، هو غادي كيتسابق، انا هو ديك الفارق. ملي كتوقع شي حاجه لديك الطوموبيل ولا لديك السائق كنجي وكنعاونو كنصاوب ليه وكنخليه يمشي. شكون اللي كيسوق دائما؟ هو لو كوتشي، دائما هو سائق السياره، هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال كل شيء. ها، وحنا تقنيا كنصاوبو. فممكن انني نستعمل لي زوتي اللي تعلمتو في البرمجه اللغويه العصبيه، ممكن نتعلم لي زوتي ديال مثلا ديال لاناليز ترانزاكسيوني، التحليل المعاملاتي، ممكن انني نستعمل مثلا ليبنوز يعني التنويم بالايحاء، ممكن انني نتعلم اي حاجه، اي حاجه انا كنشوفها صالحه
لو كوتشي ديالي وغدعمه في اطار اطار الديونتولوجي ديال الكوتشين، يعني الميثاق ديال الكوتشين ولا الاخلاقيات ديال الكوتشين اللي داخله في التخصصات ديالي، فخصني نقوم بها باش ندعمه. لان نعاود نقول انني انا الاول او لا، انا الفان الاول ديال الكوتشي ديالي، فخصو يوصل باي طريقه الى غيره، خاصني ندعمو بكل شيء. هذا الشيء ملي كيشوفك انت لو كوتشي كتحاول تدعمو بكل هذه الامور هذه، دائما كيبقى موتيفي باش انه يحقق ديك الشيء اللي بغا. وبيان سور هذا الشيء ممكن نطبقه على نفسي وعلى حتى لي بروش ديالي. ممتاز. نقطة أخرى، l'apprentissage est constant. تعلم ثابت. خصني ندخل الفكره لو كوتشي ديالي ان سوا وصلنا لوبجيكتيف ديالنا، سوا اننا حلينا المشكل ديالنا، ولا لا ديما حنا رابحين، ديما حنا رابحين، صافي ديما حنا تعلمنا. با دي شيك سولمون دي زيكسبيريونس. لا فشل مجرد تجارب، دائما خصنا نعلموها لي كوتشي ديالنا اللي كيجينا. فهو ملي كيكون عارف انه ماشي مشكل غيتعلم، واخا يطيح غيعاود ينوض، واخا يغلط غيصحح الغلط، واخا كذا، فهنا غادي يكون دائما موتيفي هاد لو كوتشي اللي معاه. ثم نقطة أخرى اللي هي تنظيم التحفيز والتقييم ديالو. باش أنا غادي نعرف أن هاد لو كوتشي غادي في التحفيز مزيان ولا لا، واش يعني مرتاح معايا ولا لا، هو انني خصني نعاود نرجع لكاع هذوك العشره ديال النقاط اللي شفناهم، التسعود ديال النقاط اللي شفناهم كاملين، ونسول واش هاد النقاط هذه تنطبق على العميل ديالي، واش كتنطبق على لو كليون ديالي. فدائما خصني نقيم، دائما خصني نراجع باش انني نشوف، باش نشوف شنو هما مكامن ضعف هاد العلاقه مع هاد الكوتشي، شنو هما مكامن القوه الى غير ذلك، بوغ دائما بوغ لاميليوراسيون كونتينيو. ديما راه دائما في اي مجال معين، في اي مجال كما بغى يكون، ضروري لاميليوراسيون كونتينيو. اخر نقطه اللي هي الانصات. اخر نقطه اللي هي الانصات، وانا كنحسب الانصات هو قلب الكوتشينغ، قلب الكوتشينغ النهائي هو اللي غيخليك تكون كوتش ناجح ولا كوتش فاشل، ولا غادي يكون يخليك انسان ناجح ولا انسان فاشل في العلاقات، في بناء العلاقات، في تحسين جوده الحياه ديالك، في تحسين علاقاتك مع الاخر. الانصات قوه زعما صراحه، الذي يتقنها فزعما له الفضل الكثير. فعندما نقول الانصات هو يكتسب مع الخبره ومع التجارب. ملي كنبدا نتعلم كل مره كل مره كل مره، اكيد كنتعلم انني انصت. ففي الانصاص ديالي كاين جوج حوايج، كاين الفيربال وكاين النون فيربال، كاين الاشياء اللفظيه والاشياء الغير اللفظيه. شكون الاشياء اللي هي قويه؟ هي الاشياء الغير اللفظيه، لان اللفظي يقدر يكذب عليك، لكن غير اللفظي لا يمكن ان يكذب. كيكون جالس معاك الكوتشي واحد الساعه كيدير علاش درتي هاد التنهيته هادي، تركز على ديك التنهيته علاش درتيها، ولا كيكون كي وكيشد في راسو مثلا، نقدر نعرف علاش شديتي في راسك. اذا هادو انت منصت ليه، انت غير منصت ليه اللفظي فقط، حتى الغير اللفظي، الاشياء اللي كتظهر، يمكن يبدا يبكي، يمكن يتعرق امامك، يمكن يبدا يدير شي حركه بيدو مثلا الى غير ذلك، هذه كلها الانصات ديالك. ملي كنقولوا الانصات، فانت تنصت بجميع جوارحك، وعندما تنصت بجميع جوارحك تكتشف خبايا الكوتشي ديالك. كل ما تكلم، كل ما تحرك، كل ما هضر، كل ما غادي يخرج اشياء ظاهره واشياء غير ظاهره. فهذا مهم جدا. وكاين شيء اخر، كاين شيء اخر داخل هذا نشوف شكون يقدر يجاوبني عليه. ما الفرق بين الانصات والسكوت؟ الانصات والسكوت، السيلونس، ليكوت و لو سيلونس، شنو الفرق بيناتهم؟ لو سيلونس كذلك، انا اعشق لو سيلونس، هاد هاد هاد
هاد لوتي عاوتاني في لو كوتشينغ اعشقه، والله اعشقه. فالانصات كيخلي ان بيان سور دائما دائما كيجي لك لو كوتشي فرحان لان شي واحد غيسمع ليه، ماشي غيسمع ليه فقط بل سيسمع بكل الجوارح. جيد، انصات يكون بكل الجوارح، ممتاز. ها انصات فهمناه، ما معنى السكوت لو سيلونس؟ يلا الأحباب الكامل معايا بدال زوينة عندك تعطيل الحواس. كيف الزمن؟ نبقى نشم، نبقى ندوق، نبقى نتلمس، ما نبقى حتى حاجة. الإنصات التقمص بالجواز، السكوت فقط عدم مشاركته في الحادث. جيد، يمكن أن نسكت دون أن نسمع، يمكن أن نسكت دون أن نسمع. جيد، فكرة أخرى. يلا أحباب الكرام، هل من فكرة أخرى؟ يلا شباب، سكوت فن تجاوب. جيد، إذا ما بغيتوش تجاوبوا على السكوت، ممكن أن نسمع السكوت. جيد، إذا السكوت هو أنه لحظة في الحوار يسكت فيها المحاور، تمر في وقت الحوار. ممتاز سي عبد اللطيف، أحسنت. الإنصات هو حوار صامت مع العميل، السكوت هو مجرد إعطاء فسحة للأفكار. أحسنت أستاذة سنة. الإنصات هو السكوت مع التركيز على المتحدث، أما السكوت فهو فقط الامتناع عن الحديث. ممتاز، إعطاء مساحة للتعبير عن ما بالداخل. أحسنت، جاوبتوني، أعطاكم الله الصحة، هذا كل ما قلتموه هو صح. إذا صراحة من أقوى الأشياء اللي كتعطي واحد لو مومون اللي تخي تخي فور، انه واحد داك الشخص ملي كيكون معاك، خصوصا ملي كيكون كتحس به انه متردد في الكلام ديالو، ما باغيش يخرج كل شيء، وكي كيحاول يخرج وكيحاول يخبى عليك الى غير ذلك، وكيقول لك كيتكلم معاك وانت فجاه كدير معاه عليك، كتشوف فيك فقط، ما كدير حتى شي ايماء بوجهك، كيزيد يهضر، كيزيد يخرج. الا بقيتي ساكت عاوتاني، وبيان سور ملي كنتكلموا على السكوت سيكون فيه محل، سيكون فيه محل، كاين دي مومون اللي الا سكتي تخليه يزيد يتكلم، بل اكثر من هذا يقدر ينهار قدامك، يبكي قدامك في ديك اللحظه اللي سكتي انت. علاش؟ لان في ديك الساعه كيدوروا عنه بجميع الافكار اللي ما بغاش يقولهم، ديك الساعه كيضغطوا عليه باش يخرج. ففهمنا الفكره. فاذا هذا هو 12 نقطه اللي ممكن اننا نخدموا بها، وكما قلنا جمعناهم في كل ما يتعلق بالاشياء التي تحفز، الاشياء التي تحفز لو كوتشي انه يبقى دائما محفز، وكما قلت هذا كيتسمى الموتيفاسيون كوتشينغ موديل باختصارا الام سي ام. فنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا، استفدتوا معايا في هاد الحصه. والان انا كما قلت لكم باش نطول عليكم بزاف، بغيت اسئله، بغيت تفاعل، بغيت اضافات، بغيت كذا. الحمد لله معنا ناس اللي تبارك الله، كاينه استاذه نقدر الاسماء ما نعرفش بعض الناس ياك، ولكن اللي كنعرفها كاينه استاذه سعاد العاشبور فتبارك الله عليها في الدومين، استاذه سناء الشعباوي ركيزه من ركائز مركز الرواد، كاينه استاذه حسنه الصباحي، هادو كلهم مدربين ودي كوتش. سي حسن بنيس توحش صوتك، ما كرهتي تسمعنا صوتك اليوم. يا استاذه وفاء الوادي، كاينه الاستاذه فدوى عثماني، سي محمد
سي محمد عزيز ضميري، فنتمنى انكم تبارطاجيو مع بعضياتنا، تستافدوا مع بعضياتنا في هذا المجال هذا، في هذا الدومين هذا. نبغي نتكلموا على الام سي ام كيفاش جاكم، ونبغي يعني تعطيونا لا كونكليزيون، الخلاصه، شنو استفدنا من هذا الحصه هذه، وكذلك الاضافات ديالكم. سي محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفاش عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله سي عزيز، مرحبا. اول حاجه بغيت نقول ان الجامعه ان المهن المستقبليه منها الكوتشينغ، خصنا نهتموا بها بزاف، وتكون هي من المهن اللي ضروري خصها تكون الانسان كيتقنها وكيعرف كيف يسيرها. وكما قلت ان الانصات هو مفتاح الكوتشينغ. الانسان اذا كان منصت راه يقدر يمشي ابعد في المجال هذا، اذا ما كانش منصت راه كيخربق السلام. هذا هو اللي اساسي، هذا هو اللي نزيد انا ان شاء الله بحول الله. شكرا لك، شكرا. زيد، هل من سؤال؟ هل من اضافه؟ سي حسن بنيش، ما تسمعناش صوتك. استاذ سنة، استاذ الافاضل، استاذ عدنان، استاذ عتيقه، استاذ بن حدوش، استاذ لطيفه، وانت كدرسي في لابسي، شنو بالك في هادشي اللي حنا كنديروه في الكوت؟ عفوا، الكوتشي. عليكم السلام. سي عدنان تفضل. استاذي الفاضل، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. صحه فطوركم، صحه شربتك، يعطيك الصحه، صحه فطوركم. شكرا. شكرا لك. في الحقيقة حبيت نشكرك، يعطيك الصحة على المحاضرة هذه. للأسف ما قدرتش أني نتابعها من الأول، كان عندي بعض الارتباطات، لكن بصراحة كل يعني محاضرة في الكوتشينج يعني من أول ما بدأ شهر رمضان الكريم المعظم، بصراحة يعني تزيدني تشويق أكثر أستاذ مهدي، أني يعني إن شاء الله في الدورة القادمة نكون من المشاركين فيها، لأتلقى التدريب حتى أصبح يعني كوتش محترف إن شاء الله على يعني على يديكم إن شاء الله. بصراحة الموضوع شيق جدا، ويعني هو فيها أفق كبيرة جدا، وفيه يعني عمل أيضا، العمل هو في نبل، لأنه يعني يساعد الناس على أنهم يلقوا طريقهم في الحياة، وهذا يعني للأسف في بعض الناس اللي يعيشوا حياة كاملة بدون يعني أهداف أو بدون أن يجدوا معنى لحياتهم، فهذا النبل يأتي في أنه الكوتش يساعد الناس على أنهم يلقوا طريقهم في الحياة وأهدافهم في الحياة ومعنى لحياتهم، حتى يكونوا يعني يستطيعون الإضافة في هذا العالم. صح. هو عمل نبيل، وإن شاء الله إن شاء الله يعني كما قلت لك كل مرة يزيد تشويق أكثر، يعطيك الصحة وتبارك الله عليك، وإن شاء الله يعني نكون مشاركين في الدورة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك وتوفيق إن شاء الله أستاذي. شكرا لك، شكرا لك أستاذ عدنان، شكرا لك، شكرا لك. إذا أستاذة سناء، كتقولنا أولا أريد أن أنوه بمحتوى ما قدمه الأستاذ مهدي، حيث أعطى تلخيصا جامعا وشاملا لموضوع الكوتشينج الذي أضحى ضرورا للعديد من الأشخاص. شكرا أستاذة سناء، أعتز بهذه الشهادة. جيد، ريتها ما تكتب لنا أستاذة سناء. هل من سؤال؟ هل من تدخل؟ هل من إضافة؟ حتى شي حاجه ما خدات يعني هذا ديالكم، تارت الحفيظه ديالكم على غير ذلك. استاذه شيماء كتقول صراحه انا جربت هذا القانون الانصات مع بنتي، جاب نتيجه كبيره، كنت كنعاني معها. اكيد استاذه شيماء. مرحبا استاذه فوزيه. استاذه ابتسام تفضلي. السلام عليكم استاذ المهدي. مرحبا. بغيت نسولك أستاذ، من بين النقط اللي عطيتينا في الأول قلتينا 12 نقطة، أنا مني سجلت لي النقط ما عرفتش
انني سهيت وما نسيت نقطه واحده، كنلقى عندي 11، بغيت تاكد لي هذه النقط من فضلك. اولا عندي تقابل لا مشروط، زرع حس المسؤوليه، قوه التحفيز والتنشيط، الهدف يجب ان يكون رساليه، الحفاظ على المستوى، رفع التحدي، تأطير العلاقه، المساعده والدعم الدائم، تعلم ثابت، تنظيم، تحفيز وتقييم، والإنصات. عندي 11 والله. لو تحسبوا إذن 11 نقطة. جيد. إذن كتقول الأستاذة سناء، طبعا تبقى ثقافة الكوتشينغ لا تحظى بمكانتها في مجتمعنا المغربي، وتفتخر أيضا للوضوح فيما يخص الموضوع والمنهج المتبع من طرف مختلف الفاعلين في المجال. جيد. إذا أنصح تقصي الجدية والمصداقية في اختيار مراكز التكوين والمدربين والمحقرين، وأنوي التوفيق للجميع. شكرا لك أستاذة سناء، شكرا لك. فأستاذة سناء كتقولنا أن زعما في بخصوص المنهجية ديال الكوتشينغ ودورات الكوتشينغ هي لا تخضع لمنهجية، ياك، وخصوصا ملي كتولي انت اكاديمي تبحث اكاديميا تدرس اكاديميا تفهم معنى المنهجيه، تفهم معنى التقعيد ديال الاشياء، المنبع ديال الاشياء واهميتها، الاهميه ديال ان منين جا هذا الكوتشينغ ومنين جاي هذا الشيء. فهذا الشيء هضرنا فيه بيان سور في الحصص السابقه انا والسي حسن اسوكا. فطبعا الحمد لله حنا ملي كنتكلموا نتحدث بمناهج، نتحدث ب يعني بمرجعيات، لا نتحدث هكذا فقط. وهكيفاش خصنا نديروا الانصات الا بغينا يعني نديروا الكوتشينغ ديال الانصات وسمع وكذا الى غير ذلك. بالعكس، فحنا عندنا البرمجه اللغويه العصبيه كمرجع، اداه اللي هي جامعه من المدرسه السلوكيه في علم النفس، والمدرسه المعرفيه في علم النفس، المدرسه الجيشتالتيه، المدرسه التحليليه، هذه كلها مدارس خداو منا هاد الناس اللي داروا لنا الاداس ديال البرمجه اللغويه العصبيه. كاين كذلك التحليل المعاملاتي اللي كنخدموا به كذلك، اللي هو قوي بزاف ديال الاناليز ترانزاكسيونيل اللي كنخدموا به لي جو، كنقول لي جو الالعاب ديال البير وديال لونفون ديال لادولت، هادو كاملين كنخدموا بهم ديال اريك بيرن اللي هو مقعد من علم النفس. كنخدموا بلينياغرام كذلك اللي هو ديال تحليل الشخصيات. فطبعا كاين مرجع الحمد لله، هاد لا فورماسيون اللي حنا ان شاء الله باغيين نديروها مستقبلا كاين تقعيد وكاين مرجع. وطبعا حنا لا فورماسيون ديالنا غيكون معنا حتى ان بسيكولوج، ياك، غيكون معنا ان بسيكولوج باش يفرق لنا بين لا بسيكولوجي ويفرق لنا بين الكوتشينغ. فالفرق بيناتهم ديال واحد الفرق اللي هو واضح جدا، هو ان الكوتشينغ جاي من مدارس وجاي من مراكز وجاي من دي كابيني خدموا به في التيران في لي سوسيتي كذا، وعلم النفس جاي من الجامعه وجاي من الدراسات الى غير ذلك. ف شكرا استاذ سناء على الاشاره اللي اشرتي ليها، ولنا الشرف انك كنتي معنا اليوم. جيد، استاذ ابتسام باقي خصك تقول شي حاجه حيت باقي يدك معليه. زيد، كاين شي سؤال اخر؟ كاين شي تدخل اخر؟
إذا صافي نختمو. مرحبا أستاذة عتيقة. أكيد أستاذة فوزية، فكل تخصص عنده القيمة دياله، الطب النفسي والعلاج النفسي كذلك، الكوتشينغ هادو كل واحد عنده يعني كما كنقولوا كل واحد عنده كل واحد عنده كيفاش غنسميها القيمة دياله، الإضافة دياله في المجال ديال أننا نعاونوا الناس يتجاوزوا المشاكل ديالهم ويحققوا أهدافهم. مرحبا أستاذة ابتسام. جيد، دابا بقى غادي نختموا الأحباب الكرام، شكرا لكم. ألوغ نبغي أن صراحة ما كرهتش شي واحد من واحد، ناخذوا ثلاثة د الناس مثلا ولا أربعة يعطوا لنا غير الرأي ديالهم، يقولوا لنا غير الرأي ديالهم في هاد الثلاث حصص اللي دازوا. ما كرهتش نسمع ثلاثة ديال أربعة أو ثلاث آراء ومن بعد إن شاء الله نختم. يلا بسرعة عافاكم، حاولوا تفاعلوا معنا طبعا بالميكرو. سي عبد اللطيف اليوم. واخا السلام عليكم بعدا، ونتمنى لكم هاد العشر الاخرين ان شاء الله القبول. سي حسن غاب علينا، نتمنى له الخير ان شاء الله والتوفيق في المسائل ديالو. بالنسبه للسؤال ديالك للارتسامات، هو بالنسبه لي ان هاد العمل ديال الكوتش هو عمل نبيل في الحقيقة، واللي الهدف دياله هو مساعدة الأشخاص ومساعدة الناس لتحقيق الأهداف ديالهم كما جاء في هذه الدورة، لتحقيق يعني توجيه ومساعدة لتحقيق الأهداف. وكيعتمد هاد الطريقة اللي فهمت أنها أن الكوتش كيستخرج من العميل ديالو الموارد اللي كيحتاج لها والعقبات اللي ممكن أن تواجهه وكيفاش يتخطاها. صح. وكل هذا من خلال الأسئلة ومن خلال كما قلتي هو كيعتبر مرآة، كأنه مرآة للمستفيد ديالو. وكذلك الارتسامات الأخرى أن خلال هاد الحصص اللي شفناها اللي فهمت أن الكوتشينغ هو حوار، ولكن ليس مجا أي حوار، واحد الحوار من نوع خاص من خلال الأسئلة، من خلال الفيدباك، التغذية الراجعة، كيمكن له الكوتش يغوص في الذات ديال المستفيد، يتقمص الدور ديالو، يتقمص المشاكل ديالو، يعيش معاه ديك الحالات اللي كيعاني منها مثلا، او اللي جا من اجلها. صح. وفي الجلسات الاخرى كنت طرقت لواحد قضيه اللي هي مهمه، وهو الجانب القانوني ديال هاد المهنه، والسؤال هو هذا اللي كيبقى محير، اذا وقع شي مشكل ولا هذا، ما هو التغطيه، ما هو الجانب القانوني اللي غادي يحمي الكوتشينغ من شي مسائل او من شي عقبات اللي يمكن تحدث له، ربما تحدث له في العمل ديالو. و يعني اللي فهمت ان ما كاين لا ترخيص، ما كاين لا قانون، ما كاين لا اطار اللي كينظم هذه المهنه لحد الان، حسب ما سمعنا من طرف السي حسن ما كاين حتى شيء في العالم، ربما في العالم
وثم ايضا كاين واحد التساؤل اخر، اننا كنشوفوا بزاف ديال المواقع ديال في الانترنت كيسوقوا لهاد التكوينات وكتعطى دبلومات ولا هذا، ربما شنو هي المعايير اللي تقبل هاد الانسان باش يجاول هذا المهنه ديال الكوتشينغ؟ واش كتطلب فيه شي مستوى او لا اي واحد يمكن له يجاول هاد المهنه ويدخل لهذا المجال اللي هو مجال في الحقيقة مجال إنساني ومجال نبيل جدا. وإحنا في الميدان ديالنا ديال كما تدخلت في الحصة المقبلة في الميدان ديال التربية، دابا الآن في المدارس ديال التكوين ديال المربين والأساتذة، وهذا دخلوا هاد المادة ديال الكوتشينغ وديال التنمية البشرية في البرامج ديالهم نظرا للأهمية ديالها في توجيه التلاميذ وفي التربية بصفة عامة. هذه بعد الاتصالات في المهدي، وشكرا لك جزيلا على هذه الحصة اللي كانت مفيدة جدا ومركزة وهادفة. مرحبا، شكرا لك سلام، تحية. سلام فوزية. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. معكم أستاذة فوزية الصرف، من المواظبة كنت في مركز زد. كتسمعوني؟ اها زد، نشوف. كتسمعوني أستاذ مهدي؟ شويه كيتقطع شويه. قلت لك تحية طيبة للجامعة كوتش مهدي، تحية طيبة لكوتش سناء والأستاذ الضميري وجميع الأساتذة الموجودين في مركز رواد. صراحة أنا حضرت ثلاثة ديال هذا المحاضرة الثالثة، كنت حضرت جوج محاضرات لجوج الأستاذات السابقتين، نسيت الاسم ديالهم، عفوا أعتذر. ولكن الأستاذ المهدي أنا كان سبق لي حضرت لك محاضرات في المركز، صراحة دائما استفادة ودائما كنجبر أجوبة وعلى الأسئلة ديالي اللي كدور في الذهن ديالي، بخصوص أنني في هذه الآونة الأخيرة يعني عندي واحد الاهتمام بهذا المجال هذا. صراحة المحاضرة اللي لقيتي أستاذ، صراحة كنت كنتمنى نحضر معك المحاضرتين السابقتين باش نربط هذا، ولكن صراحة ما حسيتش بواحد، حسيت براسي وكأنها محاضرة يعني الأولى ماشي هي الثالثة. وضحتي لنا، الله يجازيك بخير، شكرا جزيلا. غير كان عندي واحد التساؤل بما انك فتحتي لنا المجال، الله يجازيك بخير، هو مثلا قلتي في البداية على انه المريض النفسي المجال ديالو والاتجاه ديالو الى الطبيب النفسي، والإنسان السوي هو الذي لديه مشكل، هذاك هو اللي كيمكن له يلتجأ للكوتش. فمثلا حينما يتكون هذا الكوتش، شنو هي على أي أساس كيقدر أنه يعرف بأنه هل هو الإنسان اللي الحالة اللي متقدمة له هل هي حالة مرضية نفسية أم هو إنسان سوي فقط لديه مشكل؟ أنا هذا السؤال اللي عندي، فلذلك قلت بأن سؤال مهم. ولذلك سؤال جميل ومهم، الله يجزيك بخير أستاذ. فلذلك قلت على أنه التعاون بين الطب النفسي وبين الكوتشينج يعني خصو يكون ضروري يكون، وهذا سبحان الله الأخ اللي تدخل دابا عاد هو ذكر وقال بأنه على أي أساس كتعطى الكوتشينغ أو الشواهد ديال الكوتش أنه تخرج كوتش على أي أساس. فبالتالي أنا كنلقى على أنه ضروري تكون واحد القنطرة ديال الصلة بين الطب النفسي وبين الكوتشينغ باش كتكون المسائل. علاش؟ لأن زعما نقول لكم بصراحة، دابا بدينا كنشوفوا بعض الناس لوي راسك وزيدوا أنا كوتش، يعني الا غير خلص على واحد الدوره راه صافي تخرج كوتش، وكيتيق راسو وكيمشي. وكاين بعض الحالات اللي حنا يعني بحكم الاحتكاك ديالي ببعض المراكز الجمعويه كنجبروا على ان بعض الناس الحاله ديالهم النفسيه تدهورت ببعض الناس اللي
اعتبروا راسهم كوتشات ولكن دهوروا الناس وصفتوهم لعند كانت حاله ربما نفسي حاله غير بحاله نقولوا عندهم مشكل فاذا به كيتحول مريض نفسي. فلذلك اللي كنقول انا لانه ضروري يكون واحد التوازن او واحد بحال غنقولوا حنايا واحد الجسر ديال الصله والتواصل في التكوين ديال الكوتش بين الطب النفسي والمختصين اللي هما اكاديميين وبين الناس اللي هما في الممارسه الميدانيه. وتحيه كبيره للاستاذه سناء الشعباوي لانني من بحال يعني حضرت لها واحد جوج المحاضرات من المعجبات ديالها. جي للاسف هي خرجت نبلغوا لها ان شاء الله. شكرا جزيلا مهدي، شكرا جزيلا، الله يجازيك بخير. اذا سؤال مهم ديال الاستاذه فوزيه، اولا كيفاش شنو المعيار ديال انك كنعطيو الشواهد للناس اللي هما يعني قادرين انهم يزولوا هذا المشكل. فطبعا كما كتعرفوا اي دومين فيه العيان وفيه المزيان، نهضروا بالدرجه العاميه ياك، فيه العيان وفيه المزيان. اي دومين كاين الناس كتخدم به وكاين الناس اللي كتخدم من اجل المال ومن اجل الى بلا بلا ما كاينش دي كريتير ما كاينش كذا الى غير ذلك. فطبعا الواجب هو انه يكون انا انتروتيان وكتسول هذا الشخص هذا علاش بغيتي تسمى الكوتشين وشنو الهدف ديالك من الكوتشين. وبيان سيغ راه مش اي واحد غادي يزعم على الكوتشين، لان الكوتشين عنده دي زوتي، عنده نظريات، عنده يعني مجموعه الاشياء اللي اذا ما كانش الانسان يعني نقدروا نقولوا وصل لواحد المستوى من الوعي اولا ومستوى دراسي الى غير ذلك فما غاديش يقدر يسير صافي. مهم جدا ان يكون واحد المستوى دراسي واحد الى غير ذلك. ف هنا نرجعوا لواحد القضيه انا في المدرسه التحليليه في البسيكاناليز. البسيكاناليز ملي كنقولوا المدرسه التحليليه في علم النفس، واخا ما تكونش انت جاي من علم النفس، واخا ما تكون ما قريتيش علم النفس، جاي من الشيمي ولا جاي من الفيزيك ولا جاي من الماط من الجامعه مثلا، يكفي انك دوز واحد لا فورماسيون كيديروها. كنهضر على امريكا، كيديروا كدير هاد لا فورماسيون كتولي بسيكولوج معالج نفسي بالطريقه التحليليه، لانك كتاخذ لي زيتاب ديال كتاخذ لي زيتاب كيفاش تخدم على بطريقه ميكانيكيه، كتطبق واحد زائد واحد كتساوي جوج. اي واحد يقدر الا تعلم لي تكنيك ديال لي بنوز ديال التنويم بالايحاء يولي كيدير لنا التنويم بالايحاء كينوم لنا الناس. انا الفكره الوغ هاد الدومين هكذا داير، ولكن دائما كنقول هاد الهضره هادي ما يصح الا صح. راه الا ما كنتيش فريمون كتطور من راسك، انا نهضر غير على راسي مثلا. انا دوزت دوره ديال الكوتشينغ في يومين، خديت ديك لي زوجي وليت خدام بهم، وديما كنت كنعطي الحال وخصك دير هادي وما ديرش هادي، وما كنبقاوش في السيون كوتشينغ، كنولي في دوره تدريبيه وحنا انديفيديوال، ما بقاش هذاك لو كوتشينغ. ولكن ملي كتبقى تخدم مع الناس اليوم غدا اليوم غدا، كتبقى تلاحظ انه ناقصين لي زوجي شي حاجه، ماشي هي هادي شي حاجه ماشي هي هادي. قلت لها استاذه كيفاش كتعرف انه عندك حاله مرضيه ما كتحتاجش الكوتش، كتحتاج المعالج النفسي. هذا هو الدور ديال لي فورماسيون ياك، الدور ديال لي فورماسيون. الانسان اللي فريمون باغي يمشي بعيد في هذا المجال هذا وباغي يطور من راسو ديما كيدير لي فورماسيون. كاين لي فورماسيون بزاف في علم النفس، وكتجي وكتحضر وكتعرف، كتاخذ مقاييس، كتاخذ اختبارات ديال الاضطرابات باش تشوف هذا الشخص واش هو مثلا مضطرب ولا ماشي مضطرب، اولا مثلا غير من خلال بعض الاسئله وبعض الكلمات اللي كيقول لك. فمثلا نهضروا مثلا على الاكتئاب، جات عندك وحده كتقول لك انا كره. شوف ديما الكوتشينغ، علاش كنهضروا على الكوتشينغ كنقولوا انه للاسوياء، لان في الغالب الاسوياء كيتكلموا لك على المستقبل وشنو باغي يحقق ولا مشكل عنده في المستقبل خصو يحله. لكن الانسان غير سوي دائما، ما ماشي دائما ولكن في الغالب ما يتحدث على الماضي، ماشي زعما انه زعما الناس الاخرين الاسوياء لا يتحدثون على الماضي، لكن هذا يجي المشكل كيهضر لك على الماضي، يقول لك انا صافي كرهت راسي، المشاكل اللي دازوا عليا
هروني انا كنفكر في الانتحار. اذا اون فوا كيقول لك كنفكر في الانتحار هذا الشريف سمح لي حنا هنا ما غاديش نفعك، انا ضروري تمشي عند بسيكياتر ودابا. علاش؟ ملي كيكونوا عندنا لي بونسي دو سويسيد، الافكار الانتحاريه، انا الدور ديال الدواء خصني الدواء اول حاجه تعليم. ما تهضر معايا لا على بسيكولوج، خصنا نفرقوا بين بسيكولوج وبسيكياتر. بسيكولوج كنت هضرنا عليه بزاف، البسيكياتر هو اللي كيخدم بالمقاربه الدوائيه وكيوازن لنا لي هرمون ديالنا ولا داكشي اللي لي نورون كيفاش يتمشاو لنا في الدماغ ديالنا، وكيرفع لنا الاشياء اللي ناقصه عندنا عندها علاقه بالاكتئاب الى غير ذلك، او لا بالامراض ولا بالامراض النفسيه اللي كتنقسم لي قسمين، كاين العصاب وكاين الدهان، هذا موضوع اخر ياك. الامراض الدهانيه فكتحتاج لا يمكن ان ماشي لا يمكن ممكن انه يدخل فيها المعالج النفسي، لكن ضروري من الدواء، هذاك الدواء افي اللي كيكون عنده دهان واللي كيكون عنده عصاب، فممكن انه كتحسن الحاله ديالو مره يعني كتبقى غاده. اذا ملي كندوزو عند بسيكولوج ممكن ان من بعد ندوز عند لو كوتش بعض الحالات، وكاين في الغالب كنبقى مع بسيكولوج كيدير لي الدعم النفسي. ديال ملي كنولي عندي واحد الصلابه نفسيه نقدر ندوز عند لو كوتش ونحقق الاهداف ديالي. فباين ان الانسان راه كيتكلم لك على الماضي وممكن انه يكون عنده مشكل. استاذ ملي تخصصك الاكاديمي يسهل لك التشخيص، لان سمعنا كذا قلت لك انا كان عليها. قلت لك استاذه عليها، قلت لك استاذه فوزيه، لا بد من التكوين، خص تكوين باش تعرف. دابا اي كوتش خصو يدير دوره تكوينيه في تشخيص الاضطرابات مثلا، او لا في تشخيص الامراض النفسيه. كنمشي كندير دوره كيعطيوني واحد الحقيبه ديال العمل كنخدم بها، هي كيقول لك راه كيجي بين شغل الاختبارات كتكون عندها واحد المرجعيه، كيجي يقول لك ها الاختبار، عطي العامل ديالك كيجاوب عليه واحسب النقاط، اذا لقيتي كذا فهو كذا، واذا لقيتي كذا فهو كذا. انا مثلا كندير هذا مع الناس ديالي، هما اختبارات مثلا عندي، الا لاحظتوا هادو اختبارات كنديرهم باش نعرف النوع ديال الشخصيه ديال الناس اللي هما جاوا عندي، باش كنعرف كيفاش نتعامل معاهم. ان الفكره شوف كيفاش درت هادشي، انفورماسيون، واخا كنقرا في الجامعه ما كتعطينيش هادشي، كتعطيني كل ما هو تيوريك، ولكن باش الحاجه ديال لي زوتي ديال العمل خصك ضروري لي فورماسيون في كاع المجالات في اي دون. فهمنا الفكره؟ هذا من هذه الناحيه هذه. نتمنى انني نكون جاوبتك استاذه فوزيه، وديما كنقولوا كاين العيان وكاين المزيان في اي مجال كما بغي. ندوزو عند السي عزيز دميري بغا يقول لنا شي حاجه. سي عزيز مرحبا استاذه فوزيه. سي محمد عزيز بغيتي تقول لنا شي حاجه؟ زيد كاين شي واحد بغى يقول لنا شي حاجه اخرى؟ هل من تدخل، هل من سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي علي مرحبا. اهلا وسهلا استاذي الفاضل. بالنسبه لهذا الكوتشين دابا، هذا وهذا الشيء اللي قلتي ديال يعني بسيكولوج وبسيكياتر، يعني واش مثلا شي القسم واش انت غتخدم يعني كوميديسا، ولا تخدم يعني تخدم هذا؟ ما فهمتش انا، ما فهمتش السؤال ديالك. دابا هذا الشيء دابا اللي قلتي دابا مؤخرا النقاش اللي تكون خاصي عالي، وتقدر تعرفني براسك ونعرف بعدا شكون معايا. استاذ التعليم الابتدائي مرحبا، الله يحفظك. يعني فيما يخص السؤال دابا تكلمتي على بسيكياتر وتكلمتي على البسيكولوج ياك؟ ايه. دابا السؤال المطروح، يعني انت داخل القسم مثلا، داخل الفصل، يعني فاش غيفيدك دابا مثلا هذا الشيء هذا، علما بانك انت يعني مضطر، او لا كتلاحظ يعني كتشوف داخل الفصل يعني الاطفال كتشوف الحالات ديالهم وداك الشيء، ولكن واش عندك الحق مثلا تاخذ يعني اجراءات عمليه؟ الحاله ديالهم السي علي مثل ماذا؟ مثلا قلتي يعني بحال دابا الحاله ديال الانتحار مثلا، الطفل يعني واش تقدر تبان عليه علامات ديال مثلا الانتحار، انه غادي يضطر يقول لك انا خصني انتحر، او هادي اولاد الحالات هذه ما كتضرش عند الاطفال الصغار ربما. زين سي علي، انا نسولك غير واحد السؤال. نعم. وقال دخلتي عندنا الحصه اليوم؟ يلا بسم الله، الحصه الفايته ما كتبش، دخلت ولكن ما
دابا فوقاش دابا من ساعه الا سولت كان ساعه وقصوا يلا شي دي مينوت دابا باش دخلت ولا 15 مينوت عليها السؤال زعما ما ما فهمتش السؤال انا حكم كنتكلموا على الكوتشينغ دابا هذا التدخل ديال البسيكياتر والبسيكولوج غير باش نجاوب على الاستاذه فوزيه فقط تكلمتي لي على كيفاش نشخصوا كيفاش ندخلوا زعما في القسم هو ليس من اختصاص الاستاذ لان احنا دائما نتحدث عن احترام التخصصات في دائما دابا كاين هذيك لابروش ديال المساعدين الاجتماعيين مثلا ياك واخا هي نورمالمون خص يكون شي حاجه اكثر من المساعد الاجتماعي خص يكون نورمالمون سيكولوج في كل مدرسه اللي يكون يعني يوفو الاستاذ يلاحظ شي حاجه ماشي هي هذيك في الاطفال شي طفل معين شي حاجه كيجيب ليه المتخصص باش يشوف معاه ما الاستاذ صراحه ما ليس تخصصه هذا اللي كان نعم كاين حالات مثلا غير مثلا لا ديبريسيون ولا شي حاجه بحال هكا طلع مثلا يعني الخروج ديال التلميذ مثلا من الحاله الاخرى يعني كل 10 دقائق كيقول خصو يمشي للمرحاض يعني كتكتشف في الاخير بانه ديابيتيك اولا كتكتشف مثلا عنده المشكل ديال ليغا كلاوي ولكن ملي كتدخل مثلا كتمشي تقول الاداره مثلا هاد السيد هذا ولا كيقول كنصيفطو للطبيب كيمشي يعني السيد الحاله الماديه ديالو ضعيفه يعني ما كيكملش الاجراءات ديالو يعني خارج المؤسسه يعني كتبقى دائما هذيك الحاله كتشوف قدامك يعني هنا واش هاد الكوتشين هذا اللي هاد الحاله يعني هاد لي فورماسيون دابا اللي كندير نشوفوهم واش تقدر تعطيك مثلا واحد لاكسي اللي انت يعني تدخل بشكل يعني مباشر فهمتك شوف احنا كتشوف التلميذ ديابيتيك 100% ديابيتيك كيعطش كيشرب القرعه الماء يطرو كيشربها تما قدامك وكيمشي با مال دو فوا يطواليت حشاكم فهمتي يعني 100% في ديك الحالات ديال هذا واش يعني تقدر تدخل يعني هذا ولا ما فهمتش هنا الدور ديال المساعد الاجتماعي نعاود نرجع لك المساعد الاجتماعي نورمال خصو يكون المساعد الاجتماعي في المؤسسه وهو اللي خصو يتدخل في هادشي هذا فهمتي ما لو كوتشين ولا يعني البسيكولوجي ولا البسيكياتري ما عنده حتى شي فائده المهم المساعد الاجتماعي شكون مثلا بحالاش مثلا المساعد الاجتماعي في المؤسسه بحالاش دابا بداو كيديروهم دابا بداو كيديروا في كل مؤسسه كيديروا مساعد اجتماعي كيكون المهمه ديالو هو المرافقه ديال الناس اللي عندهم مشاكل اجتماعيه هذا راه مشكل اجتماعي الاعاقه مشكل اجتماعي مثلا الاب والام فارقين والوليد وسط منهم في المشاكل هذا مشكل اجتماعي كل هادو كاملين كيقراو عليهم الناس المساعد الاجتماعي كيقراو عليهم باش يحاولوا يعالجوا هذه المشاكل هذه داخل المؤسسات شكرا بزاف هذه هي المعلومه اللي بغيت نتمنى شكرا بارك الله فيك تحيه واحد السؤال قبل ما نكمل واش كاين شي مؤسسات اللي فيهم هاد المساعدين الاجتماعيين يعني انطلقوا ولا باقي يعني بعد في طور كاينين بيان سور كاينين الا كان عندك اجازه في علم النفس ولا اجازه في علم الاجتماع كيخرجوا دي كونكور ديال المساعدين الاجتماعيين كتفورما عليهم بيان سور كتاخذ فورماسيون ديالك كتصبح مساعد اجتماعي وكاين دابا شي مؤسسات اللي فيهم بيان سور كاين مدارس كثيره وكاين اللي كيجيو كاين متطوعين كيديروا هذا الشيء عاوتاني كيتسموا مراكز الانصات كيتسموا مراكز الانصات كيديروهم عاوتاني في المدارس حتى هما كيكونوا متطوعين فهمت صافي شكرا تحياتي استاذي فاضل مرحبا شكرا عزيز تفضل المساعدين الاجتماعيين كاينين بجميع الميادين السلام عليكم بغيت تكاملا مع استاذ مهدي ومقيل اول شيء ان لي ديبلوم اللي خصهم يكونوا عند لي كوتش خصهم يكونوا من المنظمه الدوليه للكوتشينغ اللي كيتبع السير خص يكون عنده معتمد ماشي يمشي يشبر يقرا جوج كتيبات ولا يحضر جوج محاضرات ويقول انا كوتش هذا هو المشكل الكبير كاين كذلك هاد الداعمين النفسيين اللي في مدارس دابا حاليا كاين في مدرسه عبد الرحمن اللي كاينه في الجهه ديال طراد دار مكنا ما بن ديبان
كاين فيها حتى شي سبق لي انا خدمت معهم، وكاين بعض الحال في الحلقه الاستاذ ان صعيب على الكوتش انه يدخل فيها. الكوتش عنده الامور ديال محدوده والاستاذ محدود، الكوتش ماشي طبيب والاستاذ ماشي طبيب، بمعنى اخر انه اذا شاف الحاله كيبلغ عليها فقط، هذا هو الدور ديالو. اما باش يدخل هو كمعالج ولا شي حاجه راه صعيبه بزاف، راه من المستحيل، ماشي في المغرب راه في العالم، راه من المستحيل انك تبر واحد الجانب اخر من غير الجانب اللي انت فيه. الكوتش الهدف ديالو هو انه يحفز الانسان يحقق الاهداف ديالو، هذا هو الهدف الكبير ديالو، ماشي الهدف ديالو هو انه يشفي المريض. انا مع الكوتش اسوكا كنا حضرنا الدوره دي واحد عامين، قال لك بمجرد ان الانسان اذا بنس عليه شي حاجه نفسيه، انا مش شغلي فين، انا نقول له مشي عند الطبيب نشوف له الطبيب اللي يمشي يديرو، ولكن انا ككوتش صافي ثلاث مهمه ديالي ما خصنيش باقي نزيد ندخل فيها. هذا اللي خصو يديروا للبنادم، بمجرد انك تجبره في الحاله النفسيه ولا الحاله المرضيه خصك انتينا كتخرج من العباءه ديال الكوتش وتصيفطو الى المتخصصين. انت ما عندكش شي ادوات ولا الدراسه اللي درستيها تخليك تدخل. شكرا. صح، هادشي داخل في كود ديونتولوجي ياك، الاخلاقيات ديال الكوتشينغ. اون فوا كتشوف واحد الشخص ماشي يعني التدخل ديالك ماشي التخصص ديالك، خصك انك تحاولو وتحيلو للناس اللي غيديروا التخصص. اذا سادة فدوى العثمان، يعني ختموا سادة فدوى ان شاء الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه لك الكوتش مهدي والجميع الحضور الكريم، استاذ عزيز الدماري كل الحضور الكريم. بغيت غير نوضح المساله، دابا الاستاذ اللي هضر على استاذ علي وحتى دابا الاستاذ عزيز حتى هو هضر عليها، ان زعما الكوتش ماشي متخصص ديالو، انه هاد الحالات حاليا ولات عندنا ما يسمى بالتربيه الدامجه، يعني تبناها المغرب انك كيكون عندك القسم فيه بزاف الانواع ديال الاعاقات. انا شخصيا عندي 17 عام تاع الخدمه في التعليم، هذا العام عندي شحال من تلميذ عنده توحد، طيف التوحد، عنده كاللي عنده فرط الحركه، كاللي عنده ضعف التركيز، من جميع انواع الاعاقات عندي في القسم. دونك واش غادي تقول هذا ماشي تخصصي؟ غادي تضطر انك تبحث وتتعلم وتقرا وتعرف كيفاش تساير مع هذه الوضعيه. يعني انا دابا التوجه تاع الدوله انهم قالوا لهم خص يكون التربيه الدامجه، كاين ميزانيه ربما خرجت ميزانيه كبيره، وباش يوفروا الوسائل الضروريه انهم يعالجوا هذا الاشكال، هما شنو داروا؟ انهم نوروا المسؤوليه عند الاستاذ، كيجيبوا لك جميع انواع الاعاقات خصك تتعامل معاهم. حنا ما غاديش نتكلموا على الجانب العاطفي ولا ضروري داكشي غادي كيفاش غادي تتعامل معاه، ولكن الاليات نتاع الاشتغال ما كيعطيوهاش للاستاذ. انا جاو عندي لجان وكذا، كنت كنناقش معاهم هذه المساله، حتى بالنسبه لذاك المسار نتاع اللي كنديروا فيه النقاط تاع التلاميذ ما مكيفش على حساب نوع الاعاقه، يعني داكشي غير شكليات، مهم انك انت تقبل التلميذ وتعامل معاه. اذا كنشوف ان انا الاستاذ خصو يكون ملم بزاف الحوايج، خصو واحد دائما يكون كيتعلم، دائما يكون كيطالع كاين مدات معنى القضيه ديال الفورماسيون ضروري خص الواحد ديما يتعلم. والشهاده ما كتعنيش انك صافي راك تعلمت ولا كملت ولا، يعني الشهاده يعني خصك تكون ديما في حال التعلم دائم. بغيت نشير غير واحد النقطه اخرى، ان مساله الكوتش باش واحد يكون ولي كوتش، انا كنشوف ان من القيم ديالو ما خصش يدير القيمه الماديه هي الاولى، تكون هو براسو عنده واحد الرساله في حياته، انه يكون عنده باغي انه يساعد الناس، يكون عنده ديك حب انه يساعد الناس، انه ينال الاجر من الله سبحانه وتعالى، انه يخلي ديك المساله الماديه ما يديرهاش في المرتبه الاولى. جيد. وكاين دي كوتش يعني اللي مثلا كوتش راجل غادي تجي عنده واحد ويجي عنده واحد العامل واحد او واحد المستفيد، المستفيده غادي تكون مثلا عندها واحد تقدير ذاتي متدني ولا ما عندهاش ثقه في النفس، يقدر داك الكوتش يستغلها بواحد الطريقه اللي هي سلبيه، انه مثلا تحرش او كذا من هذا القبيل. يعني الا ما كانش عنده واحد الوازع ديني ووازع اخلاقي، فهو غادي ربما غادي يرتكب شي حوايج اللي هي مشينه، غادي يستغل هذيك المستفيده او هذيك الشخص اللي جات عنده. كذلك بالنسبه للمراه كوتش خصها دير واحد الحدود، واحد النقاط كما نقولوا ما تجاوزش حدود حمراء، يعني خطوط حمراء
دائما هذاك التعاقد اللي يكون تسمينا اليوم استاذ فدوى هذا. نعم تكلمنا على اليوم خص يكون واحد العلاقه جيد تعطي العلاقه. اذا خص يكون واحد كما نقولوا واحد التعاقد بين الكوتش والكوتشي، ها النقاط فاش غادي نهضروا فيها، هاد شنو هاد شنو، لان من بعد يقدر يكون داك الكوتشي يولي مثلا مغرم بالكوتش الا كانت مراه، او العكس يقدر يولي يتعلق به. كذلك الكوتش الا ما كانش عنده واحد الوازع اخلاقي يقدر هو بقى ماشي كيدي ويجي في ديك المستفيد باش انه يربح منه المال، مع العلم ان ديك المشكل ديالو ما يستدعيش انك دير معاه بزاف الجلسات. وهكذا انا كنشدد على الوازع الديني والاخلاقي يكون بالدرجه الاولى، وتكون باغي تساعد بنيتك وباغي دير الاجر من عند الله سبحانه وتعالى، وربي غادي يسهل لك في كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك كريم. شكرا لك. وجبتي واحد الموضوع اللي هو شائك جدا، انا صراحه كنشوفه كارثه عظمى، التربيه الدامجه كارثه عظمى. علاش؟ كيف يعقل اننا ندخلوا وليدات اللي عندهم مختلف الاعاقات ونخلطهم مع بعضياتهم ومع الاسويه؟ راه صراحه ما عرفتش كيفاش، لان كل نوع من الاعاقه له برنامج تدخل خاص. كل نوع من سي محمد العربي عاد عندنا وطلقنا الميكرو. اذا قلنا كل نوع من الاعاقه التوحدي عنده برنامج ديالو خاص، وفرض الحركه